السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم انا في الشقيق، اكيد لما حينزل الفيديو ده ما حكون في الشقيق، بس حوريكم المنظر دحين. هذا هو المنظر اللي اقول لكم عليه، نحن جالسين هنا تحت المظلة. المهم اليوم الفيديو حقنا حيكون مطاطات، اخيرا صح نزلت لكم، بس لانه سارة اختي انشغلت فلقيت بدالها بنت خالتي اثير. اثير قولي هاي ولا شيء. هاي. اثير سنة كم انتي؟ خامس. اثير سنة خامس وما شاء الله مرة شاطرة في المطاطات، فعشان كده اليوم حتسوي لكم الفراولة هذه. اول شيء نحتاج ابرة كروشيه وكروشيه هوك ومطاط. هذه ابرة كروشيه. طيب قلت ابرة كروشيه وكروشيه. هذا رمبلوم. رمبلوم. والله ما انا جاي مره مستحيه. اللي نحتاجه ايش؟ كروشيه هوك، ابرة كروشيه، ورمبلوم، ومطاط. طيب كم مطاطه من الاحمر؟ 19 حبه. 19 حبه والاخضر؟ 3 حبات. طيب يلا نبدا. طيب اول شيء حناخذ الاخضر. اول شيء 3 حبات من اللون الاخضر نحطها من الصف اللي في الوسط للنقطه اللي قدامها على طول. طيب حنحط في العمود اللي في النص. طيب للنقطه اللي قدامه او الصف اللي قدامه. طيب بعدين نغير اللون، ناخذ 2 حمراء. حناخذ الاحمر من العمود اللي في النص اللي في الوسط النقطه الثانيه لليمين النقطة الثانية. وكمان 2 زيها من الوسط لليسار. بعدين ناخذ 2 ونحطهم من الصف اللي على العمود اللي على اليمين للنقطة اللي قدامه. طيب. بعدين 2 كمان. طيب. نحطها زيها بنفس زي هذا كلها. مظبوط. بعدين 2 كمان في الوسط. طيب. من النقطة الثانية في النص للنقطة الثالثة أو الصف الثالث. طيب بعدين كمان ناخذ حبتين. بعدين كمان 2 نحطها برضه في الوسط. برضه في الوسط من النقطة الثالثة اللي في النص للرابعة. من النقطة اللي في اليمين للنقطة الرابعة في الوسط. طيب. بعدين كمان 2. بعدين كمان 2 نحطها من العمود اللي في الوسط. ايوه. بعد 4 نقاط للعمود. العمود اللي في الوسط. اللي قدام. ايوه العمود اللي في الوسط. من النقطة الرابعة للنقطة الخامسة. بعدين واحدة مطاطة نلفها على اصبعنا 3 مرات. 1 2 3. يعني جابت المطاطة ولفتها على اصبعها بس 3 مرات. طيب بعدين فين نحطها؟ في النقطة ايش؟ في الأخيرة هذه. في النقطة الخامسة في الصف اللي في النص. خلاص كده خلصنا. حنبدأ نجمع الشكل اللي هو الفراولة. يلا نجمعه. أول شيء نسويه وحنا من هذه النقطة حنسحب هذه المطاطتين اللي تحت من هذه النقطة للنقطة اللي قدامها. حنسحب المطاطتين دي اللي هنا من هذه النقطة للنقطة اللي قدامها. طيب يلا حنسحبها من جوا. ايوه. ونحطها في النقطة اللي قدامها. طيب في النص ده. بعدين هذه المطاطة اثنين مو اللي تحت لأنه تحت فيه هذه واللي هذه، ناخذ هذه اللي فوق ومن هذه النقطة لهذه النقطة. وفي اليسار كمان نسحب هذه المطاطتين من هنا لهنا. ايوه النقطة دي للنقطة دي. انتوا اهم شيء انتبهوا المطاطات تسحبوها نفس اللي قالت لكم هي اثير، بعدين تتخربط عليكم. طيب بعدين من هنا
نسحب اللي في الوسط. هذه المطاطة اللي في الوسط، هذه المطاطة نسحبها. طيب نحطها فين؟ اللي قدام. بعدين من هنا العمود اللي على اليسار اليمين نسحب المطاطين اللي تحت. أيوة هذه هي، هذه الاثنين اللي فوق ونسحبها نحطها هنا. طيب وفي الوسط كمان في مطاطين تحت، نخرجها نحطها نطلق على طول قدامها اللي عند الخضرة. طيب بعدين الاثنين كمان ندخلها من هنا ونسحب هذه الاثنين زي اللي هنا، هذه اللي هنا نسحبها ونحطها هنا. طيب حلو، نجي هنا ناخذ هذه المطاطين اللي تحت اي دي ونحطها على هذه النقطة. طيب ونفس الشيء هنا، نفس الشيء. بعدين ناخذ الثلاث المطاطات باللون الاخضر من هنا لهنا اللي على قدامها على طول. ناخذ المطاطات الخضراء الثلاثة كلها، الثلاثة كلها ايوه من هنا للنقطة هذه. الأخضر ناخذه على اللي قدام. طيب ونربطه. بعدين هنا راح نفك الثلاث المطاطات اللي تحت، نفكها باللون الأخضر. ايوه نفكها فين؟ نحطها هنا خلاص، نفلتها يعني. يلا افلتيها كده. بعدين راح اخرج هذه الثلاثة واسحبها، ما افلتها، اسحبها عشان تدخل المطاطات كلها. تربطيها. ايوه. طيب بعدين خلاص ابدا اخرج المطاطات من تحت. بعدين حنخرج المطاطات حبة حبة. اساعدك اخرج من هنا. خرج عادي، لازم بالترتيب ولا عادي؟ لا عادي اي شيء. بعدين من هنا هذا، بعدين هذا. قاعد تظبطها كثير. وبعدين صارت عندنا فراوله. اذا نبي نقصها زي هذه عادي، وإذا نبي نخليها كذا مثلا نبي نلقاها في شيء برضه عندكم. شكرا يا ثير. عفوا. طبعا خلاص خلصنا وعندكم هذا شكل الفراولة. حتسوي أشكال جديدة بعدين توريهم؟ إن شاء الله. يعني ما شاء الله دحين أنا متعقدة ترى مع ثير، وحتسوي معاي المطاطات اللي وعدتكم بيها في الفيديو حقة الأساوي لو تفتكروه، حط لكم هو هنا. فخلاص يا ثير حابة تقولي حاجة؟ لا شكرا. لا شكرا، مرة مستحية. يلا ويل سي يو. See you. Okay, see you. See you. إيش هذا؟ إيش هذا يا فير؟ والله ما أدري.